السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي الأعزاء، طلاب الصف الأول، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية. هيا بنا يا أصدقائي نتعرف معا درس اليوم. درسنا اليوم بعنوان الفراشة في أمان. هيا بنا يا أصدقائي ننظر معا إلى هذه الصورة ثم نتأملها جيدا ثم نقول ماذا نشاهد بها. نرى في هذه الصورة طفل يسقي الزرع، أطفال في حديقة واسعة، طفل يسقي الزرع، وطفلة تطعم العصافير، وطفلة تلقي الكمامة في الأرض، وطفل آخر يهاجم الفراشات وممسكا بيده شبكة، وطفلان يقتلعان الأزهار من الأرض. هيا بنا يا أصدقائي نقرأ معا درس اليوم. الفراشة في أمان. استيقظت الفراشة الصغيرة ذات صباح، وكان الجو رائعا، وبدأت رحلتها الأولى في الحديقة بين الأزهار سعيدة محلقة. فجأة سمعت أصواتا مزعجة، ورأت أطفالا بيدهم شبكة يقتلعون النبات ويقطعون الأزهار. شعرت الفراشة بالخوف وأسرعت هاربة إلى بنت اسمها نسيمة، كانت تسير بتمهل بين الأشجار، فاستقرت على يدها متعبة خائفة. ولما أخبرتها بقصتها قالت لها نسيمة: لا تخافي أيتها الفراشة الجميلة، سأطلب منهم التوقف عن عبثهم. ثم طلبت من الأطفال التوقف عن العبث بالأزهار، وأخبرتهم أن الفراشة تطلب منهم الأمان لتمرح معهم، فوافقوا وهم نادمون على ما فعل. وبعد أن استمعنا للدرس يا أصدقائي، هيا بنا نقرأ الجزء الأول ونتعرف على اللغويات الجديدة. الفراشة في أمان. الفراشة في أمان، جمع الفراشة الفراشات، أمان مضادها خوف. استيقظت الفراشة الصغيرة ذات صباح. الفراشة جمعها الفراشات ومضاد الصغيرة الكبيرة. هنا سؤال يا أصدقاء، متى استيقظت الفراشة الصغيرة؟ أحسنتم، ذات صباح ومضاد صباحا مساء، وكان الجو رائعا، وبدأت رحلتها الأولى في الحديقة، ما جمع الحديقة الحدائق، بين الأزهار. ما هي مفرد كلمة الأزهار؟ الزهرة، سعيدة محلقة. أصدقائي، ماذا فعلت الفراشة الصغيرة بعد أن استيقظت من نومها؟ أحسنتم، بدأت رحلتها الأولى. أين بدأت الفراشة رحلتها الأولى؟ في الحديقة بين الأزهار. وكيف كان شعور الفراشة؟ كانت سعيدة محلقة، ومضاد سعيدة حزينة، ومعناها مسرورة، ومعنى محلقة أي طائرة. أحسنتم. فجأة سمعت أصواتا مزعجة، ورأت أطفالا بيدهم شبكة يقتلعون النبات ويقطعون الأزهار. ما مفرد أصوات؟ صوت. مزعجة مضادها هادئة. أطفال، طفل. رأت معناها شاهدت. ماذا شاهدت الفراشة؟ فكروا معي. شاهدت الفراشة أطفال بيدهم شبكة. ماذا يفعل الأطفال بالشبكة؟ يقتلعون النبات ويقطعون الأزهار. يقتلعون النبات أي ينتزعون النبات، وجمع النبات يا أصدقائي النباتات. شعرت أي أحست الفراشة بالخوف. بماذا شعرت الفراشة؟ شعرت الفراشة بالخوف. أحسن،
وعثرت هاربة إلى بنت اسمها نسيمة، كانت تسير بتمهل تمهل أي ببطء ومضادها بسرعة بين الأشجار، أفراد الأشجار الشجرة، فاستقرت على يدها متعبة خائفة. بماذا كانت تشعر الفراشة يا أصدقائي في هذا عندما وقفت على يد نسيمة؟ كانت تشعر بالخوف وكانت متعبة. فلما أخبرتها بقصتها قالت لها نسيمة: لا تخافي أيتها الفراشة الجميلة، الجميلة مضادها القبيحة أحسنتم، سأطلب منهم التوقف عن عبثهم. ثم طلبت من الأطفال، الأطفال مفردها الطفل، التوقف عن العبث بالأزهار، وأخبرتهم أن الفراشة تطلب منهم الأمان لتمرح معهم، لتمرح معهم أي لتلعب معهم، فوافقوا وهم نادمون على ما فعلوا. الأمان يا أصدقائي مضادها الخطأ. العبث هنا بمعنى الإهمال أو اللعب بها. ماذا طلبت نسيمة من الأطفال؟ فكروا معي، أحسنتم، التوقف عن العبث بالأزهار. هل ندم الأطفال على ما فعلوا؟ نعم ندموا على ما فعل، أحسنتم. هيا بنا يا أصدقائي نتعرف على اللغويات الجديدة، أرجو حفظ هذه اللغويات يا أصدقائي بالمذكرة صفحة 81. رائع، جميل، سعيدة، مسرورة، محلقة، طائرة، يقتلعون، ينزعون، متعبة، مرهقة. الكلمة مضادها: صباح، مساء، سعيدة، حزينة، الأمان، الخوف، العبث، الحفاظ، تمهل، سرعة. الكلمة وجمع: شبكة، شبكات، صوت، أصوات، نبات، نباتات، بنت، بنات، طفل، أطفال. والآن يا أصدقائي وصلنا إلى نهاية درس اليوم، أرجو حفظ هذه اللغويات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.